يساهم في فك العزلة ويبعث حركية تجارية بمناطق الصحراوية، إلا أن المختصون يروا عكس ذلك. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير أحمد رشدي. إنزال وزاري عرفه المعبر الحدودي مصطفى بن بولعيد بين الجزائر وموريتانيا منذ تدشينه، حيث اعتبر إنجازا من شأن فك العزلة عن عدة مناطق صحراوية وإعادة الروح للتجارة وترقية الصادرات نحو إفريقيا عبر النقل البري للسلع. ستان بون افون راكم شفتوا يعني لي ستركتور اللي نديرو و بوفوار ريسيفوار يعني لي مارشانديز تاعنا اترافير لو باساج هذايا. مو جو بونس كي با اوفرير دوتر بورت ان شاء الله بروشينمون. كان على بالك بلي كان طريق شويه صعبه في الحقيقه، دونك على بالنا بلي الطريق فيها براتيكمون 800 كيلومتر اللي شويه يعني محفره، مي هذا ما يمنعناش باش يعني باش نتمكنوا منها ونتصدوا لهذو العراقيل هذو ان شاء الله. في مقابل هذا يرى مختصون في التصدير ان تكاليف الشحن البري لميناء نواكشوط مثلا ومنه لباقي دول افريقيا تتضاعف مقارنه بالشحن البحري. المسافه بين الجزائر العاصمه ونواكشوط فايته 3000 كيلومتر. الشحن ما ينقصش تحت 400 ألف دينار، يعني 40 مليون سنتيم. 40 مليون سنتيم في حاوية تقريبا تمثل 60 ولا 70% نتاع القيمة تاع الحاوية هذيك. أنا اقترحت للوزارة، وزارة النقل ووزير التجارة، باش يكون دعم استثنائي في المرحلة الحالية مدة 3 سنوات باش ندخلوا للسوق الموريتاني، لأن السوق هذا ما رناش وحنا. أهمية النقل البري في فك العزلة عن المناطق الصحراوية أمر لا ينكره أحد، لكن تطوير الصادرات يستلزم التدخل الدولي لفرض مزيد من التحفيزات لتشجيع المصدرين وجذب المستثمرين.